وصلنا لإيه في الاستثمار الأجنبي في منطقة قناة السويس يعني؟ الحمد لله الشركات موجودة كلها في حوالي 235 شركة شغالين. كان الأول في بعض المعوقات زي المية، بس الحمد لله عملنا محطة تحلية مية تغطي المنطقة كلها. الكهرباء الدكتور شاكر وفر لنا كل الكهرباء. الحمد لله العمالة عندنا عمالة كفأة، العمالة المصرية. بيتوقع شوية بقى حاجات قانونية بقى في الجمارك والكلام ده، لسه احنا عشان نتغير بتبقى العملية مش سهلة أكيد. وفي موظفين بيبقوا ايه متمسكين بالايه بالماضي جدا يعني. لكن لازم وانا بشتغل عيني على اللي جنبي، ولازم يبقى عندي ميزة اكتر منه علشان اقدر اكون جاذب. وهي دي المنافسة. ودي المنافسة طبعا، لو مفيش منافسة انا مش هقدر اعمل حاجة. ايه اهم في رأيك سيادة الفريق ما حققته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد 5 سنين على انشائها؟ ده الحمد لله زودت العائدات، زودت الدخل، وعملت حب تاني كمان. والمنطقة دلوقتي يعني مش عايز اقول لك على متر الارض بيحصل تنافسية كبيرة جدا ان هم يشتغلوا في المنطقة الاقتصادية. وهي يعني الحمد لله فيها المهندس يحيى زكي حاليا، ومجموعة من الاكفاء جدا ومن الشباب المتميزين طول حضرتك. بس برضو لسه احنا عندنا قوانين قديمة عشان نتخلص من القديم. يعني اكلمك بصراحة يعني طبعا بصراحة يعني وقول لنا هتعمل ايه عشان تتخلص منها فعلا. الراجل ده جاي عندي في المنطقة الاقتصادية، انا ليا قانون، ليا شخصية اعتبارية وليا قانون خاص بالمنطقة الايه الاقتصادية. ما الاقيش وزارة تانية بعتها تقول للراجل لا ما تشتغلش غير لما اجي لي انا الوزارة ايه بتاعتي. خدت بالك؟ فالمستثمر ما عندوش وقت، وعايز يجي مكان واحد يخلص ورقه في المكان ده وياخد البرميشن بتاع التشغيل ويستلم الارض ويشتغل. تعدد جهات الاختصاص بتعطل الدنيا شويه. انك لا التصريح ده يطلع من عندنا يا عم، انا وانت ايه، ما احنا الاثنين ايه هيئات مصريه، وانا عندي الاثوريتيز وعندي السلطات ان انا اطلع التصريح، لان كل تصريح بيبقى عليه رسوم وكلام من ده يعني. فدي بتخلي المستثمر ايه يقف. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، في مناطق اقتصاديه مجاوره لنا بتدي الارض ببلاش المستثمر، تقول له تعالى استلم الارض وتشتغل. ليه؟ عايز يشتغل وعايز يفتح فرص عمل، وبعد كده تخصم منه بقى تمن الارض على كام سنه. فلازم احنا نبقى المنتالي او المنتاليتي بتاعتنا تبقى فيها مرونه. ولازم وانا بشتغل ابص لجنبي طبعا، والله بيدوم الارض ببلاش. لانك في عالم مفتوح، فانت في منافسه شئت ام ابيت. تعال اشتغل. طب عايز اسال حضرتك حاجه قبل ما نروح بس الفاصل. كمان انفاق قناه السويس اللي بتوصل لايه، 40 متر تحت 40 متر تحت سطح الميه. سطح الميه، قول لنا اهميه الانفاق دي ايه وكم الانجاز اللي بتحققه لنا. طيب شوفي حضرتك، كان في معوقات منها عبور قناه السويس للبضاعه اللي جايه سواء اللي داخله شرقا او غربا يعني. فكان بتاخد وقت كبير جدا، وكانت العربيات بتقف باليومين ثلاثه في الانتظار. سياده الرئيس هو اللي فكر في موضوع الانفاق ده وامرنا ان احنا نعمل الانفاق. الانفاق عمليه صعبه جدا عشان انزل على 40 متر تحت السطح. مجهود جبار. مجهود جبار طبعا، واتعمل في وقت قياسي وطالبها برضه في سنه. خدت بالك؟ الهيئه الهندسيه وعملت شغل كبير جدا، والمقاولين المدنيين وهيئه قناه السويس، وعملنا اداره اسمها اداره الانفاق. لكن هي لها بعد تاني مهم جدا.